ازيك يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ معاكم شيماء علي. هنعمل مع بعض كنافه محشيه مهلبيه. اول حاجه ان انا جبت الكنافه حطيتها في الفريزر وسبتها كده بصراحه لتاني يوم، بعد كده فرقتها على ايدي. اول حاجه هعملها بقى بعد ما فرقت ال او تاني حاجه بعد ما فرقت الكنافه، هاخد كوبايه سمنه، دي سمنه بلدي، انتي تستعملي اي سمنه براحتك. هحطها على النار تسيح، عقبال ما تسيح انا هدهن بقى الصينيه بتاعتي سمنه كمان. طبعا الكنافه بتحتاج سمنه كتير، ما نفعش بقى المعلقه، وانا اساسا ما بحبش شغل المعالق والجوانتات والحاجات دي. يعني مش بحس بالاكل وانا بعمله بصراحه، لازم ايدي تلمس الاكل. دي بقى بعد ما سيحت السمنه، جمعت الكنافة على بعض كده وحطيت عليهم السمنة. طبعا كان سخن قوي، بقيت اعملها يعني بالعافية كده، بقيت افركها بقى كلها بالسمنة عشان تتغلف كلها كده واعرف اتحكم فيها كويس. طبعا انت تختاري اي نوع كنافة، مش لازم اللون اللي انا جايباه، بس يعني انا بحب لون الكنافة ده قوي. بس فعملتها بقى، هبدأ أرص في الصينية بتاعتي. هنعمل أول طبقة رقيقة خالص. أنا هنا نسيت أحط سكر بودر مع الكنافة، فهعوضه وهحطه في المهلبية. بس بصراحة عجبتني طعمها كده، يعني من غير السكر اللي في الكنافة ده. أنا أساسا يعني على طول بعملها من غير سكر في الكنافة، بس أنا شفت كذا حد عاملها بالسكر، يعني بس عشان انا واخده على الطريقه دي فعملت كده. انا طبقت هنا بقى الصينيه كويس، وعملت زي حاجز كده من فوق كنار، يعني اكنك بتعملي طرت عشان لما اجي احط المهلبيه ما تطلعش بره الصينيه او بره الكنافه يعني، وتطلع من الجناب، فكده اضمن حاجه. انا هنا هعمل المهلبيه، حطيت كوبايه لبن وحطيت عليها سكر، طبعا على حسب الكمية يعني اللي انت عايزاها، المعيار بتاعك. هنحط على كوباية اللبن يعني يعتبر 3 معالق نشا، بس هزود بقى اللبن عشان النشا ايه جت معايا بصراحة كتيرة شوية، فهزود حبة لبن وهقلبه على البارد، وبعد كده هحطهم على النار. اتاكد بس ان هما دابوا. هروح بقى احطه على النار وارجع لكم. انا هنا بصوا حطيته على النار، بس هو لسه بدري عليه شويه، يعني هفضل كده ايدي فيه. انا هنا بقى محضره الشربات بتاعي اهوت، ده كان كوبايه ونص سكر على كوباية مية، فخليته بقى خد الغلوة بتاعته. ودي بقى السمنة بتاعت الكنافة، مخليها الحبة دول هنحطهم على وش الصينية. انا هنا بصوا يعني نزلتها من على النار على طول واحطها كده وهي سخنة، هفرد بقى كده بسرعة. شفتوا بقى ان الحاجز اللي احنا عملناه ده نفع معانا بقى ازاي، ونفع كده استحالة تطلع بره خالص. بصوا يعني ما فيهاش اي حاجة، ولا مكلكعة ولا اي حاجة خالص، اهي وزي الفل. هسيبها بقى تبرد براحتها خالص لغاية لما تعمل بس طبقة كده من على الوش، او ما ينفعش تحطيها خالص في التلاجة وهي سخنة كده خالص، يعني التلاجة هتبوظ غلط. اي حاجة سخنة ما ينفعش تحط في التلاجة، فانا هسيبها كده براحتها خالص
لغايه لما تبرد، وبعد كده دي جبنه موزاريلا شرايح اهي، هرصها كده فوقيها بس لما تبرد. انا هنا بقى بعد ما خلاص المهلبيه بتاعتي نشفت، هبدا بقى ارص الجبنه بتاعتي. لو انت مش عايزه تحطيها ما تحطهاش، لو انت عندك جبنه مبشوره حطيها، انا كان عندي جبنه صوابع موزاريلا فحطيتها. هبدا بقى اجيب الطبقه الثانيه بعد ما خلاص رصيت كل الجبنه بتاعتي، هجيب بقى باقي الكنافه وهبدا افرد كده، هدوس بقى براحتي لان كده كده المهلبيه عندي كانت عملت وش يعني نشفت، مش هتضايقني ولا هلاقي الكنافه لزقت فيها ولا الكلام ده كله. وحتى لو انا دوست لو طلعت من الجناب فانا عامله الحاجز اللي احنا عاملينه ده زي الطرد كده، فما فيش اي مشكله بقى، هتدوسي يعني وتضغطي عشان لما تيجي تستوي او تتعمل تبقى حته واحده كده، وهتبقى شكلها زي اللي بتتباع بره بالظبط. والطعم كمان كان تحفه جدا، السمنه البلدي كانت عامله شغل جامد بصراحه. اللي بيخاف بقى على نفسه من الوزن والحاجات دي ما ملوش دعوه بيا انا يعني بحكايه السمنه البلدي والحلويات، يخليه في الحاجات الرجيم بتاعته وخلينا احنا في البلدي. انا هنا بقى بعد ما طبقتها وعملتها بقى خالص كده سويتها، هبدأ بقى حبة السمنة اللي كانوا فاضلين عندي هبدأ امشي ايدي كده عليهم من فوق عشان كمان تاخد مني لون حلو وتبقى متسوية كده. عايز اقول لكم ريحة الزبدة كانت مفحفحة جامد، واحنا بناكلها كنا حاسين احنا بناكل زبدة، يعني الزبدة كانت عامله شغل بصراحه حلوه قوي. هبطط بقى كده، انا خلاص غرقت كمان وشها كده بالزبده، هبدا بقى ادخلها الفرن على الرف اللي في النص، وهي خدت معايا نص ساعه، نص ساعه بالظبط. هي هنا بقى الصينيه خلاص طلعت، انا كنتش قادره امسكها لان كانت سخنه جدا، لازم تبقى هي بارده والشربات سخن. دي الكنافه لما طلعت انا سقيتها شربات، بس للاسف مكنتش اعرف ان الكاميرا مقفوله، بس هو عشان ايه، هو الشربات بيبقى ساقع والبارد يعني اقصد، والكنافه بتبقى سخنه، فهسيبها وقت الشرب خالص وهنقطعها مع بعض. دي الكنافه بقى بعد ما بردت هبدا اقطعها كده، كانت عامله صوت قرمشه بس عشان كان التلفزيون كان صوته طالع فسجلت من اول يعني الصوت. عايزه اقول لكم ان هي كانت حلوه قوي قوي قوي، وسكرها كان معقول بجد، ما كانتش مسكره اللي هي للدرجه دي. انا اساسا ما بحبش الحاجات المسكره قوي، رغم ان انا بحب الحلويات جدا اكتر حاجه، بس بحب الحلويات اللي سكرها معقول. فالحمد لله طلعت حلوه وما اتكسفتش. طلعت جميله جدا. عايزه اقول لكم بس حاجه، انا ببقى انا شاطره قوي في الحلويات، لكن في الحاجات الطبيخ دي مش قوي، لان انا ما بحبش الطبيخ ولا جوزي طبعا، لكن في النشويات بقى والحاجات اللي بتتشوي والحاجات دي لا انا شاطره فيها. بص الكنافه طالعه تحفه جدا جدا جدا، وريحتها كانت حلوه قوي، والمهلبيه فظيعه، والجبنه يعني لما جينا بقى ناكل احنا كانت بتموت، بس انا لو كنت قطعتها يعني وهي سخنه عن كده كانت الجبنه بين اول مطه بتاعتها. يا ريت تكون عجبتكم، ما تنسونيش بقى في لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس، ويا رب اكون ضيفه خفيفه على قلبكم. بجربوها بالطريقه دي صدقوني هتعجبكم جدا، بلاش الحاجات السكريات المبالغ فيها قوي، احنا ممكن نعمل حلويات بس السكر فيها يكون قليل وفي نفس الوقت تكون حلوة، فهتعجبكم قوي قوي.